هتفضلي كده لامتى؟ انا عشت العمر ده كله مستنيك تفوقي، والله ما كان شبهك فيروز. محدش يستاهل غيري. انا عشت العمر ده كله على امل انك تبدع تاني في حضن انا مش هو. ده بيت هند. هو ده بيت هند. طب كنت عايزها بعد اذنك. روح نادي على الهند. يا هند، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا نور؟ انت اتجننت يا نور؟ انت لازم تفهم ان انا عمري ما كنت هبقى ليك، حتى لو ما كنتش عرفت زين واتجوزته انا مش ليك. زين والله العظيم ما خرجت بره اوضتها. مش تسلم الاول؟ ازيك؟ فين اوضتها؟ ايه فيروز، انا بحبك قوي، انا مش عارف احب حد تاني. روز بليز ما تسيبنيش. روز بليز عشان خاطري. ايه اللي تتزوق دي؟ مش تخبط. عندك حق، المفروض كنت تخبط. يا زين انت طالق. زين، زين اطلع برا برا اطلع برا برا. أقول لك حاجة أول مرة أقولها في حياتي، أنا بحبك يا فيروز. تتجوزينا يا فيروز؟ تعرف أجمل حاجة حصلت لي في حياتي إيه؟ إني قابلتك وحبيتك وتجوزتك. عشان منك يا زين، هو ده الفرق بيني وبينك، عشان تعرف ان انا بحبك اكتر من بتحبني. انا لسه ما لقوش وصف للي في قلبي ليك. كل مره بتعرف تضحك عليا، مش بعرف ازعل منك خالص. معناته ايه الكلام ده؟ معناته اني بحبك. ربنا يخليك لي، يا اجمل نعمه ربنا من الروح رجعت لي دلوقتي. معنى الكلام ده انك بتحبيني. بحبك بس، انا بموت فيك. انت لسه بتحبني زي الاول؟ كل يوم بيعدي علينا بحبك فيه اكتر من اليوم اللي قبليه. ايه اللي حصل يا نور عيني؟ ما حصلش حاجة يا أمه. فيروز مش هترجع البيت ده تاني. أنا طلقتها. يا بري! ليه كده يا ولدي؟ اقعد يا أمه. ليه الخراب المستعجل ده؟ مش عايز أسمع اسمها تاني. فيروز كانت صفحة في حياتي واتقطعت. صفحة ايه واتقطعت ايه بس يا ولدي؟ التجربة دي اتعلمت منها ان كل كلمة قلتها لي زمان كانت صح يا امه. كلام ايه اللي قلته لك زمان وطلع صح؟ تمشيش ورا قلبك يا زين. خد اللي من توبك يا زين. خد اللي تحبك وما تاخدش اللي تحبه.
وانا ما سمعتش الكلام يا امه. الكلام ده انا قلته لك حاج، بس قبل ما اشوفها قبل ما اعشرها يا ولدي، فيروز بتحبك، دي قلبها دهب دهب عيره، وقلبها يخلينا ادوس على رجولتي فيحرق ابو قلبي. المهم انا قاعد معاك دلوقتي عشان قررت اخد اللي تستاهلني، اللي عشت العمر كله مستنياني، اللي اخلصت لي وانا مش ليها. قررت اتجوز ليلى يا امي. ليلى؟ ده قرار يا امي. كلم مرات عمي واتفق معاها على يوم. اللي تشوفه يا زين. حتى لو طلقوا ليا ده قراره النهائي. انا برضو مش عايزاه يشوفني بطريقه وحشه يا بابي. انت لازم تروحي له، انت مش احسن منه. لما زعلتي منه جالك لحد عندك وصالحك، فانت دلوقتي لازم تروحي له وتفهميه ان هو ظلمك. انا خايفه من رد فعله، انا ما اضمنش الرياكشن بتاعه هيكون ايه. زين صعيدي يا بابي، والحاجات دي عندهم خط احمر زي ما انت عارف، وانا بصراحه لو رحت لحد عنده وعمل معايا موقف مش كويس انا مش هرضى ده على كرامتي. ومين اصلا هيسمح لك انك تروحي له؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ وانت خلاص مستغني عن بنتك؟ افرض راحت له عمل فيها حاجه. لا زين طبعا مش هعمل لها اي حاجه، ده بالعكس هيقدر موقفها انها راحت له لحد عنده. زين راجل شهم وصعيدي وبيفهم في الاصول كويس. يا سلام، حتى لو مش هيعمل لها حاجه انت عايزه انه يصدق نفسه ويبيع ويشتري في بنتك؟ خلاص اشبعي بيها هي والتانيه، خليهم قاعدين جنبك. خليها يا حبيبي هي منوراني. قررك ده في يوم وليله؟ والله يا ولد انا مستغربه، هو لحق يوم ولا حتى ليله؟ وده ينفع ولا يصح؟ هي بنت عمه ايه، لعبه؟ مالك يا طه؟ في ايه؟ هتتجنك ده ليه؟ عشان تسرع زين ياما، تسرعه اللي هيخسرنا بنت عمنا، ودول دلوق مش قرايبنا وبس، دول قرايبنا ونسايبنا كمان. انا معاك يا ولدي، هو تسرع في الموضوع ده، بس المفروض يفكر فيه تاني. تاني وتالت ورابع ياما، مش معنى ان مراته قفلت الباب في وشه يقوم يجري على اول باب يلاقيه في وشه. اوعاك تتكلم على اخوك زين بالطريقه دي قدامي مره تانيه، سامع ولا لا؟ وبعدين مين اللي قال لك ان هي اللي قفلت الباب في وشه؟ هو اللي قفل الباب في وشها. ماشي ياما، هو اللي قفل الباب في وشها. اتكلمي معاه ياما، البنت مش حمل انها تتجرح تاني. ليلى لو اتجرحت تاني مش هتفوق من جرحها ولو بعد 100 سنه. عندك حق يا ولدي، ليلى غلبانه وبختها قليل، وده نفس الخوف اللي عندي. منور يا زين. بنورك يا مرات عمي. منور يا صالحه. بنورك يا خايتي. صالحه طول عمرها بتيجي تزورنا لوحدها، مش عوايدك تيجي معاها. ومن قال لك يا مرات عمي ان انا اللي جاي معاها؟ أمي اللي جاي معايا النبادي. ربنا يخليك. أنا جاي طالب يد ليلى. يا ربي يد أنا. أنا رجعت بكلامي. لا لا ما ترجعش بكلامك والنهبي. أنا أكتب الكتاب نفسي. بتاعت الجن. أي وقت. قلت لك يما، قلت لقلبي، قلبي كان حاسس. ربنا يا بنتي يكتب لك اللي فيه الخير ويطلع كل اللي في دماغي غلط. غلط ايه وصحي يما؟ ده بدل ما تزغرتي زغرتين. مش قادره انسى اللي فات واللي عشته معاك في قصه زين دي. عشان خاطر يما انسي، انسي وافتحي صفحه جديده مع زين، وديكي شايفه بعينيك انه شاريني. حاضر يا بنتي، هفتح صفحه جديده مع زين، وانا عايزه ايه اكتر من كده؟ نشوفك مبسوطه معاه ويراعي ربنا فيك. ما تقلقيش يما، اللي جاي حلو، اللي جاي احسن من اللي فات. اسمعي مني، زغرتي زغرتي. ايوه حلوك دي حبيبتي. اني توكلت على الله، زواج زواج موكله موكله.
لموكلك على الصداق المسمى بيننا عاجله واجله زواجا شرعيا مباركا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إني توكلت على الله وقبلت زواج موكلي لموكلتك على الصداق المسمى بيننا عاجله واجله زواجا شرعيا مباركا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقبل عندكم جميعا والفاتحة. مش هنسمع زهروطة ولا ايه؟ بقى اقول لك يا حماتي ولا مرات عمي ولا اقول لك ايه بالظبط؟ قول اللي انت عايزه. اتفضل يا ولد. اللي بيحصل ده حقيقي يا زين؟ ايه اللي بتعملي ده يا ليلى عصام؟ انا بصراحه مش مصدقه نفسي يا زين. قولي هو احنا فعلا اتجوزنا ولا لا؟ طب مش تقولي صباحيه مباركه الاول. صباحيه مباركه. اتجوزنا على سنه الله ورسوله، مش حلم ولا حاجه. اللي بيصبر بينول يا ليلى. وانا الصراحه انا صبرت كتير. ده انا اللي صبرت ونولت. انت مسلي زوجة صالحة يا ليلى، وزوجة صالحة روضة من رياض الجنة. عشان كده مفروض كل يوم أصلي 10 ركعات حمد وشكر لله إنه رزقني بيكي. طب احلف إن الكلام ده من قلبك. لسه كده مش مصدقة بعد اللي حصل امبارح ده كله. طلعتي لي وقتي. جعانة يا بنت عايزاك؟ حاضر. ربنا البت طلعت حلوه.